تدخل عناصر تابعون للوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسوجهراس من أجل حادث مرور بسبب انحراف حافلة لنقل المسافرين فقد سائقها السيطرة على الفرامل ما أدى بها إلى الاصطدام بأحد المنازل. الحادث أسفر عن إصابة السائق بجروح، كما تم تسجيل خسائر مادية تمثلت في تحطيم كلي لسيارة، حيث تم فتح تحقيق في هذه الحادثة. لا إثر حادث المرور الأليم الذي أصابنا اليوم بتاريخ 24 جويلية 2022، تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سوقهراس بعدد متمثل في شاحنة الإطفاء زائد 2 سيارة إسعاف، بحيث سجلنا انحراف حافلة من على الطريق مباشرة اتجهت نحو مسكن كان بجانب الطريق. بالنسبة للضحايا كان عندنا سائق في حالة حرجة نوعا ما، أين تم نقله على جناح سرعة إلى المستشفى الجهوي لولاية سوقهراس. الماتريال رولون اللي قاعد يهز في الأرقام 50، لا ليني هذه تعمل يهز 50 افيك ان ماتريال كي في 20 طون دونين اسك ونون دو سكانير ونهما لي كونديسيون دو سيركيلاسيون لا فيريفيكاسيون تاعنا ماتريال رولون اللي يهز الأرقام، ماهوش بروبليم في هبط ولا في طلع ولا في شوفير. لا كومبليسيتي هذه كوليكتيف، نقول لك.